نحن مجموعة من برلمانيات محافظة نينوى بكافة مكوناتها، إذ نبارك لقواتنا المسلحة العراقية انتصاراتها في طريق تحريرها نينوى، فإننا اجتمعنا في مبادرة لرسم ملامح السلم المجتمعي لمرحلة ما بعد داعش. هذه المبادرة التي من شأنها أن تضع خارطة الطريق ترسم ملامح السلم المجتمعي في محافظة نينوى من خلال مجموعة الإجراءات التي ستساهم في كشف الحقائق والملاحقات القضائية لعصابات داعش الإرهابية وإثبات حق المتضررين من كافة مكونات محافظة نينوى والذين تم قتلهم وسبيهم وتشريدهم وخطفهم من الأيزيديين وغيرهم. إن القتل بكافة صوره البشعة والتهجير والجلد والتعذيب والسبي، الزواج القسري، تجنيد الأطفال وخطف المدنيين والإقامة الجبرية وتضييق الحريات التي تعرض لها كافة مكونات نينوى من النساء والرجال والأطفال، تفرض على المجتمع العراقي والمجتمع الدولي مسؤوليات جمة في إعادة التأهيل المجتمعي وتعويض المتضررين وبناء الإنسان من جديد. ستكون لدينا جولة نستطلع من خلالها الإجراءات الحكومية والدولية بخصوص سكان نينوى جميعهم، سواء المحاصرين داخل المدينة أو النازحين خارجها أو المختطفات والأطفال المغرر بهم وجميع التفاصيل الدقيقة لكيفية معالجة أوضاع المرأة والطفولة والأسر التي انقسمت وسبل لملمت شتات النسيج المجتمعي الذي تمزق بفعل جرائم داعش الإرهابية. أهل نينوى بكافة مكوناتها المعروفين بحضارتهم التي امتدت لآلاف السنين وقدرتهم على تجاوز المحن والصعاب، ولنا أمل بأن المدنيين من أهل نينوى من الذين لم تتلوث أيديهم بدماء العراقيين هم الذين سينهضون لمقاومة داعش وأذنابها وسيبنون مدينتهم، متغلبين على جراحاتهم، متكاتفين فيما بينهم، مراعين خصوصيات بعضهم، متعاونين في ترسيخ دعائم مستقبل جديد يعيش فيه أولادنا وأحفادنا بأمن وأمان. نهيب بكافة المؤسسات الحكومية بتهيئة الخطط الكفيلة بمعالجة القضايا الاجتماعية التي ستواجهنا في نينوى بعد التحرير والتي سنتداول معها بما عندنا من تفاصيل بهذا الشأن كي نصل معها إلى معالجات حقيقية على أرض الواقع.